السلام عليكم حبيبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا هنعمل مع بعض النهارده بسكوت كده للشاي، تقدمين للشاي لاولادك في الفطار مع ضيوف جونك فجأة كده. بسكوت لا مكنه، ولا هتستهلكي مكنه ولا هتستعملي اي حاجه. انا عن نفسي من الناس ما عنديش مكنه، ولا عن تقطعي كده بالسكينه باي حاجه، وسهل جدا. هنعمل مع بعض كوبايه الا ربع عصير برتقال، ما عندكيش برتقال اعملي بعصير اللي هو التلج، وبحبة مية زي ده كده. شوفوا جميل ازاي وتقل تلج بودرة، يعني بمقدار برتقالة. وعندنا كوباية الا ربع سكر، ونص كوباية زيت، وكل ده هنضربه مع بعض في الخلاط. تمام، انتوا شايفين كده السكر كوباية الا ربع، ونص زيت، ونص برتقال او كوباية الا ربع برتقال، وثلاث كوبايات دي ايه بيكون بودر، بس مفيش اكتر من كده. هنضربهم بقى دي كوباية تالتة اهي، هنا اتنين، ودي كوباية تالتة. نفتح كده البيكنج بودر، لا بيض ولا استهلكنا بيض ولا زبده ولا اي حاجه، هو الزيت بس. نص كوبايه زيت، كوبايه الا ونص برتقال او كوبايه الا ربع، بس نص زيت. ده الدقيق اهو اللي بتديكم بودر، وهنزل على الخليط. كل حاجة هتبقى عندك ان شاء الله في المطبخ، بس يعني اقل حاجة في التكلفة بتاعتك. عشان ما اطولش عليكم بقى، هعمل بايدي بقى العجينة اهي. بعد ما عجنتها بقت زي الفل اهي. ولو عايزة وعندك قمة مثلا خففها شوية، يعني ايه حاولي خليها مرقة شوية، يعني قللي الدقيق معلقة او معلقتين عشان تنزل معاكي بالقمة عشان تبقى سايلة. لكن لو عايزاها وهتقطعيها مثلا وكده تقومي ايه حاطة ثلاث كوبايات دقيق. واقطع بقى كده ونبططها مع بعض، نشوف الطريقة بقى ازاي مع بعض. كده كده خشيتها حلوة ازاي زي الفل. عشان ما اطولش عليكم بقى، بعد ما فردتها اهي اقطع كده الطروف عشان تبقى مسويه كده وحلوه، وتطلع مسويه دي برضه كده. دي كمان متقطع كده، شوف بقى انا هقوم عاملاها تاني ايه بالشوكه كده، عامل لها رسمه بالشوكه زي ما انتوا شايفين كده. عشان تطلع ايه مرسومه، يبقى لها ايه رسمه الشوكه فيها. واقطع كده بقى كده بالقطاعه او بالسكينه زي ما انت حابه بقى اهي، زي تقطيع البسكوت العادي بتاع المكنة. شايفين؟ ما شاء الله جميل ازاي؟ بس كده بنقطيع.
شاء الله. واحدة تانية يا سيدة برضو معاكم اهي. ادينا زي الفل. بسكوت سهل وجميل لأي ضيف طب عليكي كوباية الشاي ومعاه البسكوتين، ما تتحرحريش. انا رصيت اهو في الصواني ايه، ومولعه الفرن من قبلها بشويه، واروح احط بقى في الفرن. ايه رايكم بقى في الشكل ده؟ جميل اهو، بسم الله ما شاء الله. شوفوا البسكوت من غير بيض ومن غير اي حاجه، تحفه. جربوه هتلاقوه جميل. سامعوا يلا لايك واشتراك وكده عشان يوصل لكم كل جديد. ايه رايكم؟ من 3 كوبايات دقيق عملنا بسكوت قد ايه؟ طبق كبير ازاي؟ 3 كوبايات. والبسكوت تحفه تحفه تحفه، جميل ازاي؟ تحفه ازاي وجميل. 3 كوبايات. يلا بقى، مع السلامه.